يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد نقف في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى ثماني وقفات مع اللسان واللسان نعمة من نعم الله تعالى قد يستعملها العبد في الخير وقد يستعملها في الشر وقد يكون سبباً لدخول الجنة وقد يكون سبباً لدخول النار أربع وقفات مع اللسان في جانب الخير وأن اللسان قد يكون سبباً لدخول الجنة الوقفة الأولى الذكر فالعبد يذكر الله تعالى بلسانه مستشعراً متدبراً ذلك بقلبه والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم سبق المفردون سبق المفردون قالوا من المفردون قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات وقد قال الله جل وعلا في القرآن فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال جل وعلا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وذكر مجموعة من الصفات في هذه الآية من سورة الأحزاب إلى أن قال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وجاء في سنن أبي داود والحديث ثابت كما قرر علامة الشام الألباني رحمه الله تعالى من رواية أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق أي الفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذكر الله تعالى أن يكون العبد ذاكراً لله بالليل والنهار أن يكون ذاكراً لله في قيامه وقعوده قائماً وقاعداً ومضطجعاً ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى للذكر مئة فائدة الذكر فيه حفظ للسان من اللغو ومن الكلام الذي لا فائدة فيه ومن المعاصي التي تكون باللسان والذكر حصن منيع من الشيطان الذاكر لله يكون بعيدا من الشياطين وتكون الشياطين بعيدة عنه ومنه ولذلك قال الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن
نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ثانيا من العبادات التي تكون باللسان وينال بها العبد الفضائل القرآن، تلاوة القرآن. جاء في سنن الترمذي وصححه الألباني من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. كلما قرأ في كتاب الله العبد، كلما قرأ في كتاب الله ازداد أجرا وازداد خيرا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. والقرآن فيه صلاح القلوب وصلاح الألسنة. ولذلك السائر إلى الله تعالى والحريص على الخير والمقبل على الآخرة الزاهد في الدنيا لا يخلو من ورد من كتاب الله تعالى. لا بد أن يكون لك ورد من القرآن، تقرأ كل يوم ثلاثة أجزاء أو أربعة أجزاء أو خمسة أجزاء، أو تقرأ جزءا أو ما تيسر. لا بد أن تكون لك صلة بكتاب الله تعالى، وهذا فيه صلاح القلوب كما قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. القرآن أن تقرأه بالليل وبالنهار، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال القحطاني: قم في الدجى واتل الكتاب ولا تنم إلا كنومة حائر والهان، فلربما تأتي المنية بغتة فتساق من فرش إلى الأكفان. يا حبذا عينان في غسق الدجى من خشية الرحمن باكيتان. قال الله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. أن يقف العبد بين يدي الله يطيل القيام ويصلي ويقرأ القرآن ويتدبر ويرتل. ثالثا من العبادات التي تكون باللسان ومن الفضائل التي ينالها العبد بلسانه الدعوة إلى الله تعالى، أن يبلغ الدعوة، أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. وقولوا للناس حسنا، قال سفيان الثوري، أي ائمروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر. أن تأمر الناس بالمعروف وأن تنهاهم عن المنكر، أن تبلغهم دعوة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال تعالى: ومن أحسن قولا
ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. تجد الموفق يدخل المساجد يحافظ على الصلوات الخمس ويقف خطيبا أمام الناس يدعوهم إلى التوحيد، يحذرهم من الشرك، يدعوهم إلى السنة، يحذرهم من البدع، يدعوهم إلى الفضائل ويحذرهم من الرذائل، يدعوهم إلى التوبة ويحذرهم من المعاصي. وهكذا تجده داع إلى الله تعالى، وهذا موفق. ومن أحسن قولا، لا أحسن من هذا، ممن دعا إلى الله لا يدعو إلى دنيا ولا إلى حزبية ولا إلى قبلية ولا إلى جهوية ولا إلى سياسة، وإنما يدعو إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. رابعا، من الفضائل والخير الذي يناله العبد بلسانه الكلام الحسن، الكلمة الطيبة. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. أن تطايب الناس بلسانك وأن لا تكون جارحا لهم ولا محرجا ولا منفرا، أن تقول الكلام الذي ينزل ويكون وقعه في النفوس طيبا. إذا سئلت أجبت، وإذا طلب منك بيان الحق بينت، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. قال الله تعالى: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا، بسبب هذا القول الطيب وقول الحق وبيان الصراط المستقيم وقبول والانقياد إلى ما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخر الآيات. أسأله سبحانه وتعالى أن يبصرنا من عمى وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا جميعا إلى البر والتقوى. إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره، وبعد. أيضاً أربع وقفات من تأملها وجد أن اللسان كما أنه سبب لدخول الجنة فقد يكون سبباً لدخول النار. الوقفة الأولى السخرية باللسان، أن تسخر بدين الله تعالى، كما قال بعض الناس في حديث عوف رضي الله عنه في غزوة من الغزوات، قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً ولا أكذب ألسناً ولا أجبن عند اللقاء. فأنزل الله تعالى قوله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون
لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قد يكفر العبد بلسانه، والآن تجد الكثيرين في مجالسهم وفي وسائل التواصل تجد هؤلاء يتداولون تلك النكت أو النكات، يضحك بعضهم بعضا بكلام وبطرف قبيحة لها علاقة بالدين، يقول هذا كلاما وفيه سخرية بدين الله تعالى أو بنبي من الأنبياء أو بالقرآن، وتجد الكثيرين يضحكون له ويتداولون طرفته في مجالسهم وفي وسائل التواصل، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وجاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الذي يقول الكذب يضحك الناس تطير في الآفاق، رآه النبي صلى الله عليه وسلم مقرضا بالمقاريض، بمقاريض الحديد من شفتيه، يعذب في قبره بسبب هذا الضحك وبسبب الكذب الذي ينشره بين الناس. هذا أمر خطير وهو منتشر للأسف الشديد. ثانيا، اللسان يكون سببا في الهلاك. تجد الكثيرين من الشباب ومن غير الشباب وقد خلت وخوت قلوبهم من تعظيم الله تعالى ومن تعظيم دينه، إذا غضب الرجل أو الشاب سب دين الله تعالى، سب الدين ردة، من سب دين الله فإنه لا يرث ولا يورث ولا يزوج، وإن كانت له زوجة تفصل منه ويفسخ زواجه بها، وإذا مات لا يترحم عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين وهو هالك في الدنيا والآخرة. سب الدين بإجماع أهل العلم من الكفر المخرج عن ملة الإسلام، وهو موجود عند الشباب، عند كثير من الشباب وعند كثير من الكبار، إذا حصل له أدنى ما ينقص عليه دنيا سب دين الله، ودل على فساد قلبه. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: من أسر سريرة سيئة أظهرها الله في صفحات وجهه أو فلتات لسانه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: القلوب قدور والألسنة مقارفها. اللسان يقرف من القلب. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. ثالثا من المهلكات التي تكون باللسان دعاء غير الله تعالى، أن يلجأ العبد إلى غير الله وأن يدعو غير الله، أن يلهج بلسانه وأن يتعلق بقلبه. قال الله تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه يدعون الأموات، يدعون الغائبين، يدعون أصحاب القباب، يدعون غير الله من المشايخ والأولياء. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء.
إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قال تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. رابعا وأخيرا، وهذا من الأمور الخطرة أو الخطيرة المنتشرة، إثارة القبلية باللسان والنعرة والطعن وتهييج الناس، وهذا يكون باللسان وهو موجود وكثير إلى يوم الناس هذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وجاء في صحيح البخاري لما قال أبو ذر رضي الله عنه: ولم تكن فيه دعوة إلى جاهلية، ولكن قد يبتلى العبد، قد يبتلى بكلمات، لكن لم تكن فيه تلك الدعوة التي دافعها الغل والحقد. قال لأحد الصحابة، وجاء في بعض الروايات أنه بلال، قال له أبو ذر رضي الله عنه: يا ابن السوداء. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، ثم جاء أبو ذر، جاء الرجل فأخبره، ثم جاء أبو ذر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. لم يقل تدعو إلى الجاهلية، ولكن هذه الصفة، فتاب أبو ذر، أو هذه الكلمة، فتاب أبو ذر رضي الله عنه. وتجد الناس الآن إلا من رحم الله تعالى في المجالس يتكلمون في هذه الأمور، وهذه بوادر فتنة لا قبل للناس بها، فليتقوا الله في ألسنتهم قبل أن يتكلم العبد، فليتق الله في لسانه. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وجاء في سنن الترمذي وفي صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد، وفي لفظ على وجوههم، إلا حصائد ألسنتهم. هذا اللسان سبب لدخول النار، فليتقي العبد ربه في لسانه وفي أقواله وفي أفعاله. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يتجاوز عنا أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل جنة الفردوس مأوانا ودار قرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.